قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله جل جلاله جعل لأخي علي بن أبي طالب فضائل لا تحصى كثرة، فمن ذكر فضيلة من فضائله مقرا بها غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومن كتب فضيلة من فضائله لم تزل الملائكة تستغفر له ما بقي لتلك الكتابة رسم. ومن أصغى إلى فضيلة من فضائله غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالاستماع. ومن نظر إلى كتاب في فضائل علي غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالنظر. ثم قال صلى الله عليه وآله: النظر إلى علي بن أبي طالب عبادة، وذكره عبادة، ولا يقبل الله إيمان عبد من عباده كلهم إلا بولايته والبراءة من أعدائه. صلوا على محمد وآل محمد. أما الآن فمع فقرة من الشعر في مدح أمير المؤمنين إلى الحاج أبو عباس البحراني، نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. أخواتي، بناتي، حفيداتي، أخوتي، أبنائي، أحفادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتقدم إليكم بنفثات بسيطة في حب أمير المؤمنين، أرجو أن تتقبلوها وعسى أن ترضيكم. حيدريات قالوا قضم قالوا قضم قسور سميدع صفدر مغوار. قلت بويا هذا ابو الحسن، هذا علي الكرار. قالوا قضم قسور سميدع صفدر مغوار. قلت بويا هذا ابو الحسن، هذا علي الكرار. قالوا ابد ما يلتفت وبيمين الصارم البتار. قلت هذه عادته حق النبي المختار. قالوا ابد ما يجهز على اللي من ستر عمر. قالوا ابد ما يجهز على اللي من ستر. قلت والله هذه شيمة الأطهار. قالوا بخبر خلع الباب بيمنته. قلت بصبعه وحق الواحد القهار. قلت بصبعه وحق الواحد القهار. ماكو غير بهالوصف مهما الزمن دار وجار. هو البداهة من الصغر ويا النبي المختار. صبر ما غيروا وبدل مهما طال المشوار. وقالها النبي المصطفى أبو الأبرار: علي علي يفتح الله بي كرار غير فرار. علي وبيده ذي الفقار اسمع أشعار وأخبار. وبدر وحنين وأحد وخيبر والخندق اش صار. مو مثل ذاك الأحم الجتنا عنا الأخبار. وبدر وحنين وأحد وخيبر والخندق اش صار. مو مثل ذاك الأحم الجتنا عنا الأخبار. الجتنا عنا الأخبار. والسلام عليكم ورحمة الله.